السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل وحصري بالفيديو، رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي وهو مراد مزار يقول القضية تروح إلى أبعد حد باش نجيب حق الجزائر. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وهيا بنا نسمع التسجيل الصوتي لمراد مزار ماذا قال. تفضلوا معاي اسمعوا. الشعب الجزائري انا ما يعرفنيش مليح، ولكن هاد الاعداء واخرين على المستوى الدولي يعرفوني مليح ويعرفوني شنو نقدر ندير. كيما قدرت نجيب لكم حقكم مهما عداءكم للبلاد نتاعي، كيما قادر نعاود نقلب كيما يقولوا السحر على الساحر. ولكن اليوم نتعهد كيما تعهدت ونتعهد امام الشعب الجزائري بان توقف لي حسين العريبي من فضلك. يتعهد. كمل كلامك. نتعهد باللي سواء المنظمة جيد أو أنا شخصيا قررت الآن جوفي ميمبليكي. هذا مراد مزار جوفي ميمبليكي صحيت باسكو جو سوي بريزيدون سيت أورغانيزاسيون صحيت أفون، وتروح القضية لأبعد حد باش نجيب حق الجزائر كما تسمعون. من 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 هناش، لأنني ولدت في شهر جويلية 62 لكي أموت من أجل أن تعيش الجزائر يا أخي العزيز. إن شاء الله سيد. كما سمعتوا هذا مراد مزار، وكذا انتم اكيد سمعتوا ماذا قال. نتمنى انه الكل يجيب حق الجزائر، وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناة اخواني واخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.